شرفنا القارة في أكبر التظاهرات العالمية وآخرها المونديالية الذي خرج بأفضل وأبهى صورة. نتابع هذه المحاولة فرصة وكوريسابو جونيور يظهر من جديد وهدف ثاني للوداد. تمريرة ممتازة من الجهة اليمنى بولي سامبور جونيور في المكان المناسب يضع الكرة في الشباك. فرحة كبيرة لجماهير فريق الوداد. وقلت بأن التمريرات العرضية والخطورة تأتي من الطرف ومن الجهة اليمنى. تمريرة ممتازة وبولي سامبور جونيور كهداف كحماس واستثمار بشكل جيد لهذه التمريرة من الجهة اليمنى. لاحظوا ترفعت الكرة بشكل ممتاز والكرة في الشباك. تمريرة ديال اللاعب والمدافع أيوب العملود. لاحظوا التمريرة أيوب العملود تمريرة عرضية مليمترية لصامبو جونيور في المكان المناسب يضع الكرة في الشباك. هدف جميل.